Bonjour. La séance d'aujourd'hui, peut-être les trois séances légéines, redinatoire à la loi d'Esmond, monophasée, non commandée, avec une charge RL. R mène la résistivité de la charge et L mène l'aspect inductif de la charge. Qu'abelman نبدو واحد المونتاج ديال الغداسمون، سي ميو اننا نفهمو الكومبورتمون ديال لي بوبين لاندكتيفيتي، حيت الا فهمناه غادي يعطينا واحد لانتويسيون باش من بعد لي شيما او لي غراف اللي غادي نرسمو يكونوا يجيونا شي حاجه بسيطه. اوكي، نبداو بمونتاج سامبل ديال اون بوبين اون سيري افيك اون ريزيستانس، و هادشي كامل اليمونتي بواحد الجينيراتور دو تونسيون كونتينيو. لوبجيكتيف ديالي هنا هو نشوف الكومبورتمون ديال لا بوبين، دونك جو في ميزوري لو كورون كي سيركول في لا بوبين اي لا تونسيون او بورن ديال لا بوبين. الحاجة اللي بغي نقولها هنا واللي خصكم تعقلوا عليها دائما، لي بوبين ما كيبغيوش لا فارياسيون ديال لو كورون. يعني الا كانت لا فالور ديال الكورون زيرو غادي يبغيو لا فالور تبقى زيرو، ولكن بيسكو حنا دايرين ان جينيراتور لا فالور غتبدا تطلع، ما غاديش تطلع انستونتانيمون، غتطلع بشويه 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 وسو فورم اكسبونونسييل. دونك غادي نشوف واحد الجراف كيبدا من الزيرو وغادي بشويه كيطلع 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 حتى كيوصل لواحد الفالور ماكسيمال. كنهضر دابا على الكورون. ولا طونسيون حاجه اخرى، لا طونسيون كتبدا من الفالور ماكسيمال وكتنزل حتى لواحد الفالور مينيمال. بون، الجراف ديال الكورون هو هذا، كيبدا من زيرو وكيسالي بون وكيوصل لواحد الفالور ماكسيمال اللي نقدروا نحسبوها الا درنا لوا دي مايل تو سامبلومون. انا ما كيهمنيش دابا لاسبي كونتيتاتيف، كيهمني لاسبي كاليتاتيف، لا فورم لالور جينيرالمون كومبورتمون ديال لي بوبين. لا طونسيون بون ديال لا بوبين هي هادي، كتبدا من واحد الفالور ماكسيمال وكتنزل الفالور كتنزل زيرو تو سامبلومون. المهم عندي هو نعقلو على الكومبورتمون ديال لي بوبين en ce qui concerne le courant électrique. Ok. D'abord, il a brûlé un chiot, il a hidé avec le générateur, avec le hidé à l'alimentation, dit la tension, dit non. Ou à Oudna, boire le fil. La bobine dit non, reconnaît un comportement à l'autre. اللي مختلف على الكومبورتمون ديالها في الاول، قلنا بلي لابوبين ما كتبغيش شونجمون ديال الكورون. في الاول بدينا من زيرو وصلنا لواحد الفالور ماكسيمال، وان فوا وصلنا لهذيك الفالور ماكسيمال كور سيركوينا هذاك الجينيراتور باش يكون عندنا هذا المونتاج هذا. لا بوبين ما كتبغيش تبدل لا فالور ديال الكورون ديالها، دونك كتحاول تخليه ماكسيمال، ولكن بما انه ما كاينش جينيراتور لا فالور ديال الكورون غادي تبقى غاديه وكتصغر بشويه بشويه من هذيك الفالور ماكسيمال، وهي غاديه وكتصغر كتصغر 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 حتى كتوصل لزيرو، بيسكو عندي اون ريزيستانس اللي كتكونسومي هذيك الانرجي الكتريك. لا بوبين لو كورون اللي كيدوز فيها و بار كونسيكون لي كيدوز عندي في السيركوي كامل كيبدا من واحد الفالور ماكسيمال و كيبقى غادي و كينقص 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 حتى كيوصل لواحد الفالور مينيمال لي هي زيرو. اي لا طونسيون كتبدا من واحد الفالور نيجاتيف مينيمال و كتوصل لواحد الفالور نول في الاخر. بون، انا مكيهمنيش بزاف علاش و كيفاش، سينو كنا نديرو لوا دي مايل و ما كيهمنيش لا طونسيون، كيهمني الكورون، الكومبورتمون ديال الكورون. جمعوا هاد الشيء اللي شفناه في لي ربعه ديال لي سلايد، الكورون و لا طونسيون ملي كيكون الجينيراتور، و الكورون و لا طونسيون ملي ما كيكونش الجينيراتور،
غادي تعطينا كونسيرنون كورون واحد الجراف بحال هذا. الكورون كيبدا من الزيرو كيطلع لواحد الفالور ماكسيمال وكينزل واحد الفالور مينيمال، كيطلع عاوتاني فالور ماكسيمال كينزل كيطلع كينزل كيطلع وكينزل بهاد لاليور هادي اللي كتشوفو قدامكم سهلة. أما بالنسبة للاتونسيون فهو اونتر غيومي ديسكونتينو. كيفاش؟ كيبدا من واحد الفالور ماكسيمال كما كتشوفو هنا تقريبا واحد الان فولت وكتنزل حتى كتوصل تقريبا للزيرو. ملي كنحيدو لاليمونطاسيون كنعوضوها بواحد الفيل، لا طونسيون بون ديال لابوبين كيتقلب لو سونس ديالو كتولي نيجاتيف بالمام فالور ماكسيمال اللي كانت عندها في الاول، وكتبقى غادية غادية وكتطلع حتى كتوصل للزيرو. كما قلت ما كيهمنيش الكومبورتمون تاعهم ديال الطونسيون حاليا، كيهمني هو الكورون ولا فالور. لا ريلاسيون اونتخ لا طونسيون اي لو كورون هي دي اللي لتحت، U إيغال L دي إي سور دي تي. بالنسبة لواحد البوبين اللي لا ريزيستونس انترن ديالها كتساوي زيرو، احنا في السيركوي ديالنا خدامين بواحد الريزيستونس اكسترن. في لا رياليتي لي بوبين اللي كنخدمو بيهم مثلا في لي سال ديال تي بي كتكون فيهم واحد الريزيستونس لداخل فيه، بيسكو لي بوبين راهم غير دي فيل ديال الكويفر دايرين تو سامبلومون. بون باش نزيدو نثبتو هادشي اللي هضرنا عليه، هنا واحد سيركوي سامبل فيه ان جينيراتور دو طونسيون و جوج ديال لي برونش فيهم. الاول البرونش الاولى فيها لامب اي ريزيستور ريزيستانس، و لو برونش الثاني فيها بوبين اي اون لامب. نورمالمون الا فهمتو شنو هداكشي اللي هضرنا عليه قبيله غادي تعرفو الكومبورتمون ديال السيركوي. ملي كنسد الانتربتور ديالي لو كورون في لابرونش الاولى كيدوز بدون مانيير كونستانت، دون مانيير في لا فالور ديالو في الاول هي لا فالور ديالو في الاخر حيت عندي اون ريزيستانس. باغ كونتخ في لابرونش التانية لو كورون كيبقى غادي كيبدا من الزيرو وكيطلع بشويه 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 بشويه. لافي ديال هادشي اللي هضرنا عليه دابا، لا لامب في لابونش الاولى كتشعل انستونتانيمون بلا ميم انتونسيتي، باغ كونتخ لا لامب في لابونش الثانيه كتقدر تشعل في الاول ولكن لانتونسيتي ديالها كتكون فابل وغادي وكتطلع كتطلع كتطلع حتى كتوصل لواحد فالور ماكسيمال بحالها بحال لا لامب اللي كاين الفوق. مني كان نسد كنحل الانتربتور ديالي دابا لو كورون لي اون ماغازيني في هذيك البوبين، لو كورون اللي خزناه اولا بون انا كنحاول نخلي الامور صعب دونك غادي نقول هذا لو تيرم، هذا الكورون اللي خزناه تما في لا بوبين غادي يخرج منها و لي لامب لي دو لامب غادي يشعلوا ولكن لانتونسيتي ديالهم غاديه وغادي تصغر، غتبدا من واحد الفالور ماكسيمال وكتصغر كتصغر كتصغر كتصغر. هادشي كامل كنهضر عليه باش نفهموا الكومبورتمون ديال لي بوبين في السيركوي ديال الغوديسمون ديالنا. اوكي دابا نهضروا على الغوديسمون. غنخدم في الاول بهاد الشيما هذا ولكن من بعد اي بيتاتر فوتو فيديو غادي نبدلو غنموديفي فيه شويه وغنقول لكم علاش. عندي ان جينيراتور دو طونسيون كونتينو باردون جينيراتور دو طونسيون الترناتيف سينوس ويدال غنخدمو بسينوس، واحد ديود بوبين عندها لاندكتونس ال اي ريزيستونس لا طونسيون او بون ديالها هو يو ار. غادي نعتبر لا 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 طونسيون او بون ديال لا شارج كامله، يعني او بون ديال لاندكتونس اي او بون ديال لا ريزيستونس. دونك هذيك غنسميها هاد لا طونسيون، هادي غادي نسميها يو شارج. نتراسيو لي غراف ديالنا
ومن بعد نقدروا نحسبوا كوم دابيتود لا فالور مويان لا فالور افيكاس لي فالور مويان لي فالور افيكاس ديال كاع لي سينيو ديالنا. نبداو باسهل حاجه هي هذيك او دو تي. او دو تي سي ان سينيال سينوسويتال فيكس ما كيتبدلش سي لاليمونطاسيون. دونك شي حاجه سهله بزاف كنرسمو السينوس فونكسيون ديال السينوس تو سامبلومون. الحاجه الثانيه اللي غتكون سهله باش نرسموها هي الكورون اي دي اللي كيدوز في الديود ديالنا. نورمالمون كون ما كانش لابوبين لو بحال هذاك الشيء اللي طرا في الغوداس بون مونوفازي افيك اون شارج ريزيسيف لو كورون غادي يكون كيتبع لالور ديال الالتيرنونس بوزيتيف. يعني ملي كتكون ملي كيكون الجينيراتور في الالتيرنونس بوزيتيف ديالو لو كورون غادي يكون عنده لا ميم لور ديال لاتونسيون. ومني كتكون الانترنونس نيجاتيف لا ديود كتكون بولاريزي اون انفيرس كتكون بلوكي. هنا عندنا اون بوبين دونك الكومبورتمون ديال السيركوي ديالنا غيتبدل و بريسيزامون لالور ديال لو كورون ما تبقاش بحال كيما شفنا في الاول. بالنسبه لي بالنسبه لا شارج ريزيسيف لو كورون غادي تعطل باش يطلع الفالور ماكسيمال ديالو و لو كورون غادي تعطل باش ينزل لا فالور ماكسيمال ديالو. في لي دو كا لالور غتكون شي حاجه بحال هكا. ممكن اننا نقلبوا عليها بالنسبه للمواتي ديال الالتيرنونس بوزيتيف الاولى لالور ديال الكورون تكون شي حاجه بحال هكا ماشي سينوسويدال عندها واحد داخل تما واحد ليكسبونونسييل كيكو بار. في المواتي الاخر ديال الالتيرنونس بوزيتيف لو كورون ما غاديش ينزل الزيرو. الكورون غادي يبقى غادي بواحد الفالور اللي غادي تنزل بشويه 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 تما كتبان باللي راه فيكس ولكن ايفيكتيفمون راه كتنزل ولكن بشويه. ملي غادي ندخلو للالتيرنونس نيجاتيف لو كورون راه اون ماغازيني في البوبين ديالنا. لو كورون في السيركوي ديالنا ما غاديش يبدل لو سونس ديالو غادي يبقى ميم سي الالتيرنونس راها نيجاتيف وحتى الوسط ديالها ولا كيلكو بار فهاديك الالتيرنونس نيجاتيف عاده غتولي لا فالور ديال الكورون كتساوي 0 امبير. وفي هاد لو كا هذا كيولي لا ديود كتولي بلوكي وممكن اننا نعوضوها بواحد الفيل اوفر. ولو كورون اللي كيدوز فيها كيساوي 0 حتى كتبدا الالتيرنونس بوزيتيف الاولى وكيتعاود عندي هادشي نفسه اللي طرا دابا. يعني لا لور اللي كتشوفو قدامكم بالخضر غادي تعاود غادي نكوبيها وغادي نكوليها عاوتاني حداها باش وهادشي غادي يعطيني لا لور ديال لو كورون اي دي اللي كيدوز في لا ديود اي با كونسيكون لو كورون اللي كيدوز في السيركوي كامل تو سامبلومون اللي كيدوز في لا شارج. دونك اي دي كتساوي اي شارج اي فوالا غادي تكون عندنا اون فورم بحال هكا. تاني حاجه اللي غتكون سهله بيسكو دابا عرفنا اي دي هي لا طونسيون او بون ديال لا ديود. ملي كتكون ديود باسونت يعني ملي كيكون لا فالور ديال الكورون ديالها كبر من الزيرو ممكن انا نعوضها بواحد الفيل فيرمي ولا طونسيون لا ديفيرونس دو بوتونسييل في لي بون ديال واحد الفيل فيرمي كتساوي زيرو. دونك غادي تكون عندي شي حاجه بحال هكا غاديه في الزيرو تو سامبلومون كتساوي زيرو في دي. ملي كيكون ملي كتكون لا ديود باسونت كتساوي زيرو. من بعد لا ديود كتبلوكا اي لا طونسيون او بون ديالها كتكون نيجاتيف اي سوي لا لور ديال طونسيون داليمونطاسيون تو سامبلومون. وهادشي كيبقى يتعاود
حتى فينالمون كيكون عندي واحد الجراف بحال هكا. زيرو الترنانس نيجاتيف، زيرو الترنانس نيجاتيف، انزي دو سويت. اوكي، الحاجه اخرى اللي نقدروا دابا نرسموها هي في شارج، لا طونسيون او بون ديال لا شارج، لا طونسيون او بون ديال لاندكتونس او بون ديال لا بوبين اي لا ريزيستانس. مني لا ديود كتكون باسانت، وهادشي راه بوندون لانترنونس بوزيتيف كامله وشويه من لانترنونس نيجاتيف. مني كيكون عندي كورون في الديود الديود ديالي، لا شارج او لا طونسيون بون ديال لا شارج ديالنا كيكون عنده لا لور ديال الطونسيون داليمونطاسيون تو سامبلومون. يعني هادشي كيقول بلي او دو تي، بلي في شارج كتساوي او دو تي بوندون لانترنونس بوزيتيف كامله et pendant شويه من هذيك الانترنونس نيجاتيف. هذيك شويه ممكن اننا كوانتيتاتيفمون نعرفو شحال الا درنا لوا دي مايل ودرنا لا سوليوشن ديال ليكواسيون ديفرونسييل ديال السيستم ديالنا، غادي تعطينا واحد لونغل في اللي كيحبس في لا ديود كتولي فيها بلوكي. وهادشي اصلا غادي نرجعو ليه من بعد ملي غنبغيو نحسبو ماكس لي فالور مويان لي فالور افيكاس ديال كاع هاد لي سينيون اللي شفناهم دابا. دونك ملي كتولي لا ديود بلوكي، لا طونسيون او بون ديال لا شارج ديالنا او بون ديال لا شارج كامله كتولي زيرو. حيت السيركوي كيكون اوفر تو سامبلومون. الحاجه اللي خصني نمونسيونيها هنا هو اللي غادي تخلينا فات نبدلو المونتاج، اولا لو رول ديال لا بوبين في هاد الحاله هادي. علاش اصلا كنحتاجو نديرو دي بوبين في السيركوي ديالنا؟ لا ريبونس تو سامبلومون بور ليسي، بور ريدوير لوندولاسيون ديال لو كورون. كاينين دي ماشين اللي كيحتاجو اننا نعطيهم واحد الكورون لي كونستون لي فيكس، لي فالور ديالهم ما كتبدلش، فونكسيونمون ديالهم ديبون دو سا. باش نديرو هادشي كنخدمو بلي بوبين، بيان سور كتبقى واحد شويه ديال لوندولاسيون، ولكن كوميم كيكون هادشي احسن من اننا نديمونطيو بواحد سينيال الترناتيف، بيسكو الفونكسيونمون ديالهم ما غاديش يكون بيسكو الفونكسيونمون ديالهم كيعتمد على ان الكورون يكون كونستون. كنهضر على لي ماشين ا كورون كونتينو تو سامبلومون. البروبليم اللي كيجي مع هاد المونتاج اللي درناه في الاول هو لاباريسيون ديال واحد طونسيون نيجاتيف او بون ديال لا شارج مني كنحلو السيركوي ديالنا، وهذا في واحد دونجي. انا غادي نحسب دابا شحال لا طونسيون، غنعطي دي فالور اللي غيخلونا نشوفو لا فالور ديال هاد طونسيون هذا، وغادي تفهموني علاش كنهضر. لا بوبين لا رولاسيون اللي شفناها في الاول ما بين لو كورون و لا طونسيون ديالها هي ال دي اي سور دي تي كتساوي يو ال. نحيدو هذيك دي ونعوضوها بدلتا، ناخذ واحد الانترفال ديال دو لو طون كبير شويه. تخيل معايا لا بوبين كان فيها واحد الكورون ديال 5 امبير. جو دي نيمبورت كوا، لي فالور اللي غنعطيكم دابا غير باش يبينوا لكم لافي ديال اننا نكوبيو لاليمونطاسيون على واحد البوبين. مني كتكون اليمونتي كيدوز فيها واحد الكورون ديال 5 امبير، واحد لانستون تي كتوزها. من بعد بأون ميلي سكوند لو كورون غنكون حليت السيركوي ديالي، ولو كورون اللي غيدوز في البوبين كيساوي 0 امبير، كيكون عندي سيركوي اوفر. هنا الى جيت نابليكي لا غولاسيون ديالي يو ال كتساوي ال دلتا اي سور دلتا تي، بيسكو دابا خدمنا بدي زانترفال كبار شويه، وعودنا في لا غولاسيون ديالنا وخدينا ال كتساوي واحد اونغي، لا فالور ديال لاندكتونس لا لونيتي ديال لاندكتونس هي لونغي. هادشي غادي يعطيني واحد طونسيون ديال موان
5000 فولت موا 5000 فولت. هادي واحد الفالور كبيره بزاف، غادي تكري ليا واحد البروبليم الا حليت حيت لانيماتاسيون على لابوبين. موا 5 كيلو فولت راه شي حاجه كبيره بزاف، دونك يقدر تجيني واحد الشوك الى مانيبيوليت سيركوي بيديا. هادشي علاش لا سوليوشن لي دي بروفيسيونيل كيديرو هي ليوتيزاسيون ديال واحد ديود دو رو ليبر. ديود دو رو ليبر سورا ترافيرسي بار لو سيركوي، la diode de relibre sera traversée par le courant résiduel libre de l'inductance libre de la bobine. Mais que tu sois عندي من الالتيرنانس كتكون نيجاتيف. من بعد نهضروا على هادشي اون ديتاي. Donc la diode de relibre va conduire quand la tension de la source devient négative le montage ديالي غيولي شي حاجه بحال هكا، وهو اللي غادي نهضروا عليه بعد السويت.